بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين. هل يجب أن تكون للسنة في العراق مرجعية دينية كما توجد للشيعة، أم يجب دمج المرجعيتين في بوتقة واحدة، أو التخلي عن المرجعيات الدينية دعما للحكم المدني؟ في يوم السبت الماضي تاريخ 24/2 زار وفد من المجمع الفقهي العراقي محافظة الأنبار، والتقى المحافظ في مقر إقامته، وقال المجمع في بيان له أن الوفد هنأ المحافظ بتسنمه منصبه، معرفين إياه دور المجمع الفقهي، ومشيرا إلى الاتفاق على فتح فرعين في الرمادي والفلوجة. وأضاف البيان أن المحافظ أعلن دعمه للمجمع لما يمثله من مرجعية للمكون السني. وهذه الدعوة طبعا صار فترة طويلة، أن بعض علماء أهل السنة في العراق يقولون مثل ما الشيعة عندهم مرجعية، فيجب إحنا تكون عندنا مرجعية دينية. ولكن في الحقيقة المرجعية السنية في العراق لا يمكن أن تكون مثل المرجعية الشيعية، لاختلاف الثقافتين والمنشأ والأسس التي تقوم عليها المرجعية الشيعية. المرجعية السنية أو في كل البلاد العربية الإسلامية السنية نلاحظ هناك مثلا مفتين أو هيئة كبار علماء أو الأزهر أو الزيتونة أو أي كذا. هؤلاء العلماء عبر التاريخ طبعا حتى أيام الدولة العثمانية والدولة العباسية والمملوكية عموما، إلا ما شذ وندر، يعني العلماء كانوا يعينون من قبل الدولة ويكونون تابعين موظفين يفتون حسب ما الدولة تريد، ما شكلوا مرجعية فوق، يعني مرجعية دينية فوق السلطة السياسية، إنما كانوا دائما تابعين مع الأسف الشديد. يعني المرجعية الشيعية تكونت تاريخيا خارج إطار السلطة فيما يسمى بالغيبة الكبرى للإمام الثاني عشر محمد بن حسن العسكري، الذي قالوا بأنه ولد في منتصف القرن الثالث الهجري وغاب، وبالتالي كانوا يحرمون الاقتراب من الدولة، يحرمون المشاركة في السلطة في السياسة، يحرمون أخذ وظائف، يعتبرون كل سلطة هاي سلطة ظالمة وما يجوز واحد يأخذ رواتب من عندها. فكانوا علماء بسطاء، يعني كان بعض الأمراء مثلا في الدولة البوهية السلاطين البوهيين أوقفوا بعض الأوقاف لمدرسة الشيخ المفيد، والأوقاف كانت يعني تساعد الطلبة على الدراسة وكذا، ولكن لم يشكلوا مرجعية أيضا، وبقوا يعني طلبة العلوم الدينية عند الشيعة، يعني إذا كانت أوقاف تدعمهم، وإذا ما كانت أوقاف هم زاهدين وعايشين على الكفاف وبعيدين عن الدولة، إلى أن تطورت نظرية النيابة العامة في العهد الصفوي، أن الفقيه هو نائب الإمام العام، نائب الإمام المهدي، يعني فرضية. وبالتالي الشيخ علي عبد العالي الكركي طور هاي النظرية وقال أنا نائب الإمام، والسلطة الصفوية ليست شرعية ولا يحق لها الحكم إلا أن تأخذ إجازة من عندي. فالسلطان الثاني الملك الشاه الثاني بالدولة الصفوية اسمه الشاه طهماز، هذا استدعى الشيخ الكركي وآمن وسلم وقال له صحيح، أنت كلامك صحيح، وأنت نائب الإمام وأنا تابع لك، وأنا أخذ شرعيتي في الحكم من عندك. فأعطى إجازة للحكم، والشاه أيضا أعطى يعني أصدر تعميمات عامة في كل الدولة الصفوية بوجوب الخضوع لهذا المرجع
بهذا الفقيه نائب الإمام، هكذا أطلق عليه. ومنذ ذلك الحين، منذ القرن العاشر الهجري يعني إلى اليوم أكثر من 5 قرون، صارت عادة عند الشيعة في إيران أنه أي ملك يجب أن يأخذ إجازة من المرجع، من الفقيه الأعلى أو المرجع الكذا، وما يحق الحكم لوحده. وعندما قامت الثورة الإيرانية طبعا في قبل حوالي قرنين، عند سقوط الدولة الصفوية وقيام الدولة القاجارية بعدها ضعيفة في مناطق كثيرة ما كان فيها سلطة، فالعلماء هم بدأوا يحكمون، ثم نظروا لذلك. الشيخ أحمد النراقي في كتابه عوائد الأيام نظر إلى أنه الفقهاء هم نفسهم يحكمون، مو يعطون إجازة للملوك. وهاي النظرية تطورت إلى أن صارت ولاية الفقيه، نظرية ولاية الفقيه التي بلورها الإمام الخميني وشكل الجمهورية الإسلامية الإيرانية المعاصرة على ضوء هاي النظرية. وبقوا المراجع في العراق اللي ما عندهم حكم وأيضا ما يبدون هم يحكمون بصورة مباشرة، هم مستقلين ويعتمدون على الأخماس اللي أيضا شرعوها قبل حوالي 200 سنة أنه الخمس صار واجب ولازم يعطون الخمس للمرجع، فقامت قائمة المرجعية الشيعية على الخمس. لو ما موجود الخمس وما موجودة دولة تدعمهم مثل الدولة الصفوية كانت تعطيهم رواتب طبعا، بس ضمن نظريهم أعلى، يعني السلطة التشريعية فوق السلطة التنفيذية. فصارت المرجعية مستقلة وقوية، ومستحيل يشوفون مثل مرجع يروح يهنئ محافظ أو يهنئ رئيس وزراء أو رئيس جمهورية ويقول له مبارك لك أنت مثلا بمنصبك هذا، كما فعل مثلا وفد المجمع الفقهي العراقي يهنئون مثلا محافظ. هذا عندما يجون يزوروا يعني كم كانوا تابعين له، مو هو يروح يزورهم يهنئهم، هم جايين يزوروا. كما في كل الدول الأخرى العربية تشوفون يعني المؤسسات الفقهية السنية تابعة إلى السلاطين أو الحكام أو الرؤساء. فالمرجعية السنية ما عندها هذه الأرضية، هي ما عندها نيابة النيابة العامة عن الإمام المهدي، مجرد علماء فقهاء، فيمكن يعني يشكلون مجمع يفتون فتاوى مثل الأزهر مثل أي مكان آخر. وطبعا درجات الاستقلال تختلف من بلد إلى آخر، في بعض البلاد مثلا نشوف المؤسسة الدينية تسمى دينية هي تابعة بالمطلق أداة بيد السلطان، وبعض البلاد لا، عندهم شوية استقلالية، عندهم حكم ذاتي داخل الأزهر مثلا في أيام زمان كانت، وفي بعض البلاد عالم يجي قوي يقف أمام الحاكم، وبعض البلاد لا، الحكام دائما الفقهاء التابعين للحكام، كما كان أيام صدام حسين مثلا أي فتوى، أو أيام الدولة العثمانية نفس الشيء. فما ما أعتقد ممكن يشكلون مرجعية أهل السنة في العراق. يمكن يكون عندهم مجامع علمية بس ما لها وزن وقيمة واتباع الناس. السنة مثلا في العراق معظمهم، أو إذا ما نستطيع أن نقول كلهم، ما يعتقدون الفقيه أو هذا العالم أو الشيخ أو إمام المسجد هذا عنده قدسية وعنده مثلا كلامه واجب الإطاعة، لا، يخطب يتكلم إلى رأي مثلا يستفتوا في بعض المجالات، بس ما إلى مثل ما عند الشيعة الآن موجود. يعني ما أعتقد راح تصير مرجعية بمستوى ذيك المرجعية. السؤال الآخر، إذا هذا شيء جاوزناه وما يمكن العلماء السنة يشكلوا مرجعية بوزن وفي مقابل المرجعية الشيعية، هل يمكن على المستوى العلمي والبحث العلمي الفقهي أن يكون هناك بوتقة واحدة، مجمع واحد للشيعة والسنة يجتمعون ويبحثون المسائل؟ مشكلاتنا عندنا في الشيعة الآن المرجعية شخصية، كل مرجع وحده هو يفتي وعنده هذا، ما يعني ما يستمع إلى الآراء الأخرى، ولذلك يشوفون آراء متناقضة حتى عند فقهاء الشيعة ومراجعهم. كل مرجع يفتي كما يريد وماكو مجمع أو مجمع واحد يجمعهم يتداولون يتناقشون يبحثون.
هذه الفتاوى والمسائل. فطبعا مستغرب أو بعيد الآن أن يقبلوا بالاندماج مع السنة أو السنة يجون معهم. هذا طبعا يحتاج تحضير، يحتاج أن الدراسات الإسلامية، كل الجامعات الإسلامية والمعاهد والحوزات تختلط مع بعض وتندمج في الطلاب والدراسة والمدرسين والكتب وكذا، يكونون مع بعض يدرسون حتى يقدرون يتقاربون مع بعض، وثم ينتجون فقهاء مشتركين ومختلطين ومندمجين مع بعض. وهاي كانت أطروحة قبل حوالي 10 سنوات، سنة 2008 كانت عندنا أطروحة، وأسسنا جمعية على ضوءها في لندن لإنشاء يعني جامعة الحوار الحضاري، الحوار الحضاري. وكانت فكرتنا أن نأسس جامعة فيها مدرسون من كل مذهب، من كل المذاهب الإسلامية، وفيها طلاب من كل المسلمين من كل المذاهب، وبرامج دراسة أيضا من كل المذاهب، حتى يكون في حوار واختلاط وأخذ وعطاء، وبالتالي يكون انفتاح واعتدال، لأنه كل واحد يدرس وحده راح يكون متطرف ويكون طائفي ويكون عنيف. ولكن إذا تم الحوار والبحث والاشتراك في الدراسة والندوات المشتركة دائما راح يكون في تقارب. وثم نجي السؤال الثالث، أنه ما هي حاجتنا إلى المرجعيات الدينية؟ هناك مجلس تشريعي عندنا في العراق اسمه مجلس النواب، هو يسوي قوانين، وحتى في الأحوال الشخصية وغير الأحوال الشخصية القوانين تصدر من مجالس الشورى، وخلي العلماء إذا هم عندهم رؤى وأفكار يدخلون في هذه المجالس، والحمد لله ربما يوجد حتى منهم في هذه المجالس يدخلون فيها، والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية أو متعلقة بالأحكام الإسلامية إذا كانت تحتاج تطوير أو تعديل أو تبديل أو مثلا دراسة، يجلسون مع بعض بإطار دستوري، بإطار يعني شرعي قانوني، مو كل واحد يجي يفتي كيفه ويعتبر كلامه هو وحي منزل وهو مثلا هذا حكم الله تعالى. لا، يحتاج حتى يصير قانون أنه يحتاج يمر بالقنوات الدستورية اللي الشعب موافق عليها ومؤسسها. ما يمكن كل واحد جالس بمكان ويفتي. ونخلص من حالة التشرذم الطائفي. لماذا يكون عندنا مثلا مرجعية شيعية ومرجعية سنية؟ تكون مرجعية واحدة ومندمجة بالنظام السياسي، مندمجة بالدستور، وإلها محل في مجلس الشورى، اللجنة الفقهية مثلا، مثل في لجان أمنية واقتصادية وعسكرية ومثلا داخلية وخارجية، تكون هناك لجنة فقهية في داخل مجلس الشورى حتى تبلور القوانين الفقهية، وأيضا في نفس الوقت تأخذ مجراها الدستوري للتطبيق. وبعد ما عندنا شعور أنه إحنا عندنا مرجعية شيعية هي ماخذ الأمور كلها بيديها، وهي مهيمنة على النظام، وهي مثلا إلى سلطة وإلى مكانة، وعندنا مرجعية سنية ضعيفة ومو محترمة بذاك الشكل، وما ناس ما يتبعوها وضعيفة. فتكون مرجعية واحدة، لا شيعية لا سنية، مرجعية إسلامية موحدة في بوتقة واحدة وضمن النظام العام، وليس خارج إطار النظام الدستوري. فيعني نتوحد أكثر. النظام الديمقراطي وحد الشيعة والسنة الآن بدرجة كبيرة، بدرجة 90% أنا أقول. فبقت بعض الأشياء مثل هاي المسألة، مسألة وجود مرجعيات ومشايخ وعمائم مختلفة، هذه تزيد أو تكرس أو تحافظ على الأقل على التفرقة الموجودة. فكيف نخلص من هذه المرجعيات الدينية المنفلتة بعضها، يعني مو ضمن قانون ولا دستور ولا شيء، كل واحد يفتي كما يشاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.